وفي ملف عودة النازحين، أكد محافظ نينوى نوفل العقوب عودة 320 أسرة موصلية نازحة من مخيمات الجدعة إلى منازلهم جنوبي الموصل. وقال العقوب أن الأسر العائدة هي من سكنة أحياء الزنجلي والنبيشيت ومناطق وادي حجر ومشيرفة والثورة، مضيفا أن العوائل عادت بعد توفير الأمن والخدمات وتدقيق موقفها الأمني، مبينا أن هنالك أسرا أخرى بصدد العودة إلى منازلهم خلال الأيام القلائل القادمة.